بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله سلطة المشا والجبنة القديمة. عندنا بصلاية متوسطة متقطعة صغير، وطماطمية كبيرة متقطعة مكعبات، ونص كوباية لانشون ونص كوباية جبنة شيدر متقطعين مكعبات بالشكل ده. وبعد كده هنضيف 3 معالق كبار مش، والمش موجود في اي سوبر ماركت او عند اللبان. بعد كده هنضيف 2 معلقة كبار طحينة، وهنضيف 2 معلقة كبار زيت، ويفضل يكون زيت زيتون، وهنقلبها كويس جدا. وخلاص كده خلصت معانا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة.